300 ريال. يقول السؤال: ما هو أكبر حيوان يعيش في الماء؟ الحوت الأزرق. سهل. إجابة صحيحة. الحوت الأزرق. إجابة صحيحة. الحوت الأزرق. ها. اللي بعده اللي بعده. يستخرج. أيوة. السؤال هذا ب400 ريال. أيوة. يستخرج من دمه عطر المسك. الغزال. لا لحظة، المسك مو الغزال. لا المسك، المسك الغزال. الحوت العنبر صح؟ الحوت العنبر، المسك الغزال. المسك الغزال. أيوة. غزال؟ أيوة. لا. سنة سنة. المها. صح صح وجهي يقول صح. وجهي يقول صح. إيه. إجابة صحيحة. وجهي يقول صح. والله خلاص. العنبر من الحوت. العنبر. سكر هاشتاج. هذا على هاشتاج. كلنا مسكرين. مسكرين قبل ما نشوفك. يا شباب أي واحد يوريني خلفية جواله بالله. ها؟ أوريكم أي واحد يوريني خلفية. ما هي؟ أنا سمو سيدي. والله نعم. أنا ولي عهد. ركزوا معي. أي واحد يوريني خلفية جواله يا شباب. ما هي؟ عليه جديدة إحنا. أنا ما عنده خلفية. يا أخي أنا حول ولا عمى ولا مجنون أنا أشوف. يا غش عين عينك. يا جماعة الخير. شو جاي من وين؟ ما هي الطيور التي ذبحها سيدنا إبراهيم عليه السلام وأعادها الله سبحانه بعد ذبحها؟ أربع طيور هم. ها في الآية. في الآية. في الآية. ما أعرف والله إيش هي. أربع طيور. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطيور. إيش الطيور؟ أديهم الآية تدري شنو؟ أرسلهن إليك ثم جعلهن جبلاً جزءا ثم دعونا يأتين رسالة. طيب نبغى الطيور. أنا أشوف واحد منهم أقول والله أعلم. أنا أبغى أربعة. من الأربعة ما بدك أربعة شنو؟ عندكم هاشتاج؟ فيها هدهد. عندكم اتصالين جاهزين؟ لا الهدهد لا. حمام. منها الحمام. حمام منها؟ منها الحمام. لازم نجيب أربعة؟ إيه. كل الأربعة؟ نعم. منها الحمام. هاشتاج. لا لا هاشتاج خلصنا منه. ليه هاشتاج مرتين واتصالين؟ لا اتصالين وهاشتاج واحد. طيب إذا طيب لحظة الاتصال بس تقولين الأسماء الموجودة إحنا نقول نختار. طيب منها. من منها متصل؟ كم نوع طيب؟ أربع أنواع. واحد. عندكم سلمان من مكة. نبي مرة سلمان استنى. لو ما عندك تويتر ما عندك جوجل. أيوة زول جنبك يجاوب ليك. لا تورطنا يا سلمان. ناخذ اتصال ولا لا؟ يا شباب اللي رد اتصالات يقول إن عندك. سلمان عطر سلمان السلام عليكم. عطر سلمان يلا. سلمان محز. يا كفو كفو بإذن الله. يا سلمان. أرحب يا سلمان أرحب. إحنا ترى داخلين على الله عليك يا سلمان. إيش موضوعكم؟ لا لا لا. زي أمس. أرحب يا سلمان. 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 يلا يا سلمان. طيب أنا قاعد أسمعك يا أبو هدى. سلمان وين اتصال؟ أجي 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 بالكنترول. هدى. يلا اعطونا سلمان ما جاء يا شباب اعطونا اتصال جاهز يا شباب اعطونا متصل ثاني سلمان سلمان حياك الله سلمان انا شفته انا شفته سلمان تسمعني ماشي انا والله لا اراديا والله لا اراديا بس والله ما شفت والله لا اراديا والله لا اراديا ورد من المدينة حياك الله يا ورد خلاص ما له ما له اتصال ما له اتصال ما له اتصال نجيبه يلا اوكي يلا ورد حياك الله يلا يلا ورد يلا وحي سؤال الشباب ب400 ريال يضاف للمبلغ اللي خذوه. السؤال يقول: ما هي الطيور التي ذبحها سيدنا إبراهيم عليه السلام وعادها الله سبحانه وتعالى بعد ما ذبحها؟ طاووس وغراب وديك ونسر. طاووس وغراب وديك ونسر. 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 متأكدة؟ أيوة متأكدة. شوفي طاووس صح، ديك صح، غراب صح، غراب صح، نسر صح. نسر غلط. حمام. غير النسر. شوف لك أي حاجة تانية. يمكن انت اجابتك هنا يا وردي تقاري من هاشتاج صح افتحي جوجل لا هذا بجوجل اذا طب لا صقر والله طيب اتصرف يا عزمه والله مكتوب لي والله يا اخي صح شيء لك هذا شكله موقع انت خلاص شوفي 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 اذا في مقوله اخرى يقول اخر شوفي مقولات ثانيه يعطيك العافيه ورد ما قصرتي ورد جابت ثلاث باقي واحد بعطيكم خيارين ما تدينا الحمامه حمامه 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 ولا حمامه 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 يا حمامه الشوق وعديلي وصي سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرام